صبحكم الله بالخير مشاهدي العراقية الأخبارية أينما كنتم، متابعي العراقية العامة، مستمعي إذاعة جمهورية العراق، الوطن والناس لهذا اليوم بجانب الرصافة، تحديدا في ساحة الأندلس. ساحة الأندلس من الساحات أو من التقاطعات المزدحمة دائما اللي بيها ازدحامات خانقة بسبب وجود عدة دوائر وكليات ومستشفيات وغيرها. ما شاء الله عندنا دائرة تصاميم أو دائرة التخطيط اللي موجودة بأمانة بغداد، تعطي إجازات وتعطي ما أعرف إيش في رقعة، يعني يمكن الآن بهذا المكان خلنا نوصف لكم الدوائر الموجودة: كليتين أهلية، مستشفى، لا مستشفى كمال السامرائي، مستشفى الشيخ زايد، مستشفى ابن النفيس، مستشفى الأورام، مستشفى العلوية، مستشفى الواسطي، بس كيلومتر واحد. تخيل هذا المكان ويجي يطي فد صرح ما اريد نسميه، شلون ما تنسر ازدحام؟ شي يفيده تقاطع لفك الخناقات؟ شي يفيده؟ ما يفيده، ما يفيده، على اعتبار انه كل هسه هاي المنطقه اللي هي تمتد من جسر ملعب الشعب لحد ساحه كهرمان، بارك واحد ما بيها بارك. انا طيت كل هاي دار وما خليت انه اجازه اطي البارك، شلون ما يصير ازدحام؟ شلون ما حد يوقف؟ شلون ما غرامات؟ شلون مو الرصيف ياخذه فلان فلاني وعلان الاعلامي؟ هذا الواقع مو من هسه هاي الاشهر، لا تراكميه. اتمنى يصير حل. انا اليوم اذا ماكو حل لهاي الازمه، الازدحام الخانق اللي جاي يصير، نشوف احنا هاي التقاطعات ومشاريع فك الخناقات ان شاء الله قريبا نشوفها تفتتح تنعكس على الواقع. لكن نقل الجماعي، انا يمي احد الكليات الاهليه هنا ما يقارب بها اكثر من 10,000 طالب، اجزم انه 8,000 عندهم سيارات او 7,000 عندهم سيارات، اجزم. وين يخلون سياراتهم؟ مو بس وين يخلون سياراتهم، ليش ما انه نفعل النقل الجماعي؟ يا اخوان النقل الجماعي، السياره 20 سياره يمكن يصيرون بكوستر وحده، او 40 شخص يمكن يصيرون ب 40 سياره. هذا اللي جاي نشوفه. ماكو وسائل النقل الجماعي، وزاره النقل اتمنى تفعل، او اتمنى ايضا بعض الدوائر تجبر موظفيها انه ما يجون بسياراتهم، ولا يجي بسيارته ويصفها، وهذا يجي بسياره نقل جماعي، تصير فك الخناق. هذا اللي نقوله، نتمنى الجهات المعنية ونتمنى من أمانة بغداد شوية. الله الله، احنا نقول هواية أحزاب وشوية الحياطين. الحملات الانتخابية مستمرة، نتمنى أن المرشحين يكونون قدر مسؤولية، واللي راح ينالون الثقة يكونون على قدر مسؤولية بغداد وأهل بغداد والمحافظات وغيرها. الكاميرا ما نقدر نديرها لأن ما شاء الله كل الصور، واحترامنا لكل المرشحين. نبدا على بركه الله. قبل لا اجيك حجه، خلينا نشوف هنا شنو ريوقهم. حياك، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يعزك، الله امورك، الله يحفظك. الله ريوقاتك اليوم شنو؟ مخلمه، كبه، شوربه، باقله، بيض عيون، بيض وتيته، بيض بصل، عروق. اي وعندنا لفات موجوده هناك، فلافل. الله يساعدهم. فلافل، كبه، كبده، ستيك، بيض سليق. هاي الاكلات اللي موجوده هنا، هاي انتم سوا كلهم الصبح؟ بين ساعه تبلشون؟ والله هي قاعد الساعة 4:30 الصبح لحد 3 العصر. شغل هذا عافية عليك. اي والله. شو الشغل زين ان شاء الله؟ لا الحمد لله شغل زين. زين الحمد لله والشكر. الحمد لله. انت دارس؟ انا خريج هندسة بسنة 2018 تخرجت. ما شاء الله. يلا تخرجت. هندسة شنو؟ زراعة. هندسة زراعة، مهندس زراعي. ان شاء الله. حلو. تخرجت سنة 2018 2019. زين. بعدها جيت هنا لان ماكو وظيفة تعرف انه التعيينات خاصة مجال الزراعة تعييناتها قليلة. قبل فترة ناشدنا الوزير بسنة تقريبا 2020 في هاي الوزارة بصفنا هاي الوزارة فناشدنا الوزير ونزل لنا الوزير حكينا وياه قال بكم خير والدليل وطيناه قائمة مال الأسماء اللي احنا كنا بيها. دخلت جامعة بغداد؟ لا أنا من الحلة. ها؟
محافظه بابل، يعني جامعه بابل. بابل اي، ف هنا حاكينا الوزير ناشدناه بخصوص هذا الموضوع ويانا، كانوا الاطباء البيطريين هم كذلك ضمن هذا المجموعه همات يعني معدومين بصوره عامه، فبقينا قال ما يخالف وما اعرف شنو، نزل لنا ماكو فائده، راح كل شيء ما استفادينا شيء، راح كل شيء. بعد ننتظر فائز الله. المهندس الزراعي ماكو له فرص بالقطاع الخاص؟ القطاع موجوده بس تعرف كل واحد وجماعته. يعني شلون يعني كل واحد وجماعته؟ يعني شو احكي لي؟ يعني مثلا القطاع الخاص كل واحد واختصاصه، مثلا ابو الانتاج الحيواني بالانتاج الدواجن بصوره عامه او الابقار. يعني اذا ماكو مشاريع خاصه هواش؟ موجوده مشاريع خاصه، مثلا مشاريع الدواجن موجوده. وانت درستها؟ حاضر سيتي. انا يعني عندي معلومه به، مثلا انا انتاج حيواني بصوره عامه الدواجن، او مثلا تفقيس البيض وحاضنات ومفقسات وهاي الامور والامراض اللي تصيب الحيوانات كذلك. يعني تقريبا مجالنا شلون مجال الطبيب البيطري، احنا يعني نجي. قريب من يمنا. ايه تقريبا زين. هاي الامور اللي اخذناها. اي بس مثلا هذا يعني تشتغل ويا مشروع حتى يعني عضو المتعين. اي طبعا، مو قلت لك المشروع الخاص يحتاج مثلا علاقات او كل واحد وجماعته. يعني بس اريد اعرف شلون المشروع الخاص علاقات؟ يعني مثلا انا اقول لك انت صاحبي وعندك مشروع، فاجيت حاشيتك قلت لك استاذ مصطفى انا عندي هيك خبره وهيك معلومه، ممكن انه اصير وياكم يعني اشتغل وياكم بهذا المجال. اذا كان موجود هذا المجال انه انا ادخل بيكم اكيد راح تتوافق، بينما اذا انا ما عندي علاقه بيك. زين انا صاحبك. صاحب. وانت صاحب المشروع. وانا جيت شد بالكش ما افتهم خريج. ايه؟ بس كش ما افتهم شو اسوي بيه؟ لا مو شرط بمرور الزمن، يعني مثلا يعني دت شدبل ويجيك واحد عنده خيارين، انت تعرفني ايه؟ وانا صاحبه. صحيح. بس دت شدبل ايه؟ ويجيك واحد ما تعرفه بس جاي يعطيك نوع وكم ويعطيك كواليتي. انت بقت يم الانسان، يم كل واحد و... ايه؟ يعني كل واحد وضميره مثل ما يقولون. هو مو ضميره. لا مو مثلا. دقيقه مو ضميره. صاحب المال فكر بمصلحته لو بمصلحته. صحيح. ها؟ مرات يستحي. لا تستحي. يجامل انا صاحبي مصطفى. ايش اجامله حتى اجيبه وياي؟ انا صاحبي فلان وانا ابو مال. ايه اعطيه فلوسه قاعده بالبيت واجيب الواحد يشتغل. صحيح. اي مو اكو انسان حريص على عمل. بس اريد اسال سؤال اخير، تو طبقت؟ انا هو هناك بالحله. بالحله تتصور اللي درسته ممكن تمارسه لو محتاج دورات، محتاج تاهيل، محتاج هذا؟ طبعا يراد. ليش ما رحت بهاي مثلا دورات او غيره؟ ما دخلت فيك موضوع صراحه. يعني اكو بالعراق هنا يعني موجوده مو قلت لك القطاعات الخاصه موجوده. نعم. يعني انا مثلا لو عندي امكانيه اقدر انا اسوي هذا الانتاج وانا اشتغل به، مثلا التفقيس اقدر اشتري الحاضنه واشتري المفقسه واسوي البيض. زين سؤال يعني ما تقدر تاخذ قرض تفتح مشروع؟ ما عندي يعني ما اقدر هيك اطب في الموضوع، لان يراد له مثل ما يقول ايد عامله مو بس واحده، لازم اكثر من ايد عامله. يعني انت سوي لك جدوى وممكن اي مصرف زراعي يعطيك، او ممكن وزاره العمل تطلب مشاريع اذا مشروع صغير وبعدين يكبر. صحيح. وغيره تصير انت ابو مال. صحيح. صحيح. مو لا؟ صحيح. انا عندك شغل ما اريد اعطلك. كل السعيد بيك وسعيد انه انت مهندس تشتغل، هذا شرف. العمل شرف. شرف ان قالك فرصه عمل. مو مستعين فرصة عمل. ها؟ لأن أكو فرق. صحيح. يمكن ربما. صحيح. المهندس بالقطاع الخاص يأخذ أجر كل كبير. صحيح. بس المهندس بالحكومة بالبداية أول ما يبدي. وإن شاء الله أيضا قانون العمل يضمن لك حقوقك ويضمن لك أيضا راتب التقاعد. التقاعد موجود. وهاي إذا كان الإنسان مثلا إذا بوظيفة أو ما. شو اسمك؟ أنا محمود. محمود أنا شرفت بيك. على راسي. تحياتي. مرتاح بغداد؟ إن شاء الله. زين وياك هنا؟ لازم. ها؟ وين تبات؟ عندنا شقة هنا بالعمارة. يلا أي شيء، إحنا بيوتنا مفتوحة لك حبيبي. تحياتي محمود. تحياتي. شلونك؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك. أمورك طالب؟ أي طالب والله، متأخر هالمحاضرة من وراء الازدحام. آه. أي والله. ازدحام؟ أي أنا بيتنا بالبلديات، يعني هي المسافة زيادة تقريبا 5 كيلو. طالع من السبعة ووصلت هسه، وصلت متأخر على المحاضرة، دكتور ما دخل. ما دخل. أي قال لي متأخر. يعني هسه مثلا أنا بيتنا أطلع بها الساعة، قال لي أطلع بالستة ونص. ستة ونص شنو عمال أنا؟ ستة ونص. هي هاي المسافة قريبة. هاي قريبة. ثقلو جاي مشي توصل. لو جاي مشي سان وصل. أي والله. يعني تنزل تقاطع ثلاث تقاطعات بلديات. ثلاث تقاطعات البلديات.
ازدحام، بس يلزمك ازدحام ملعب الشعب بعد ما تطلع. من تطلع؟ اي. شنو حله؟ والله ما ادري حله، يعني صار له زياده. انت شنو تخصصك؟ اتصالات، مهندس اتصالات. يا مرحله؟ ثانيه. اي نعم. تعتقد قسوي ياكل الاستاذ يوم طلعك؟ لا حقه هو، بس يعني شو يسوي يعني؟ حقه؟ الشوارع كلها جايه من وقت؟ مو صوتها، هو صوت الدوله، يعني صوت المؤسسات المعنيه بهذا الشوارع. الشوارع مكتظه. طردك من المحاضره دفش عليها. الشوارع لين متاخر على المحاضره بسبب شنو؟ قد دخلت؟ تاخرت ربع ساعه. ربع ساعه؟ ربع ساعه. هذا وقته هو حقه صحيح. وقته بس ماكو يعني مثلا اكو احنا ببغداد وبالتالي الزحامات وهذا. احنا بنلعب الشعب ما مشمول اي تقاطع من جديد، ما يسوون يعني مجسر وهذا ما راح يصير بشيء. ما اعتقد. اعتقد ابدا. بس وين راح تروح؟ تريقت بعدين؟ تريقت. تريقت؟ محاضرة ثانية شو وقت؟ محاضرة ثانية بالعاشرة. بالعاشرة؟ اي نعم. زين وضعكم هنا؟ والله هو مشكلتنا بس بالطريق يعني. والرجعة نفس الشيء؟ نفسيتك تهلك. اي. بالرجعة نفس الشيء. بس هذا الشارع كلش مزدحم. كلش مزدحم يعني بشكل مو طبيعي. طلاب تأذت هواي يعني يجي نفسيته هلكانة من تهلك. الله يوفقك. الله يسلمك. ان شاء الله اشوفك احسن مهندس. الله يسلمك. ها؟ تريد تعيين له قطاع خاص تشتغل؟ لا ان شاء الله قطاع خاص. ليش؟ ما اكو قطاع العام، قطاع الحكومة ما احضر. ما بي شنو؟ ما اعتقد القطاع الحكومة بيتعين او شيء. نعم. شفت اللقامة. زين هسه انت جاي يعني مثلا اثناء الدراسة ما تدخل دورات اشياء؟ لا ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. يلا الله يحفظك. الله يحفظك. هسه جاي مشارك ابويا. شو اخبارك؟ الله يحفظك. صحة الاحوال؟ زين. الله يحفظك. الله يحفظك عمو. قول عمو. مناشدة عندي الوزير الرعاية والاجتماعية. وزير العمل والشؤون الاجتماعية. اي. عندي زوجتي بيها سرطان هاي. بسم الله عليك. هذا مستشفى الامل. حجية رسمية مو؟ اي اراجع. كل 21 يوم هذا الغبر كيمياوي. انت لو هي؟ هي. ايه؟ انا راجع بيها. ايه؟ ايه؟ وانا ما عندي كل امكانيه، لا عندي بيت ولا عندي راتب رعايه ولا مسجل على راتب رعايه صار سنه وكسور، طلع لي الباحث صار له 6 اشهر 7 اشهر. وماكو، وانا ما عندي امكانيه اللي اروح ورد بيها، خلفه ما عندي. يعني من كل ما عندك ولد ولا بنات؟ والله لا بنات ولا ولد، هاي بطاقه السكن هاي موجوده وهي بطاقه تمويليه نفرين بيها. وين قاعد؟ قاعد هسه بالغرب. وين بيت ملك لك؟ لا والله. ها. ايجار. ايجار. اي. ايجار وانا ناشر. شقد ايجاره؟ ايجار ب 150 مرات 200. ومنين تعطيهم؟ والله اشتغل سايق تاكسي، انا اشتغل بيها، تاكسي مال واحد اشتغل بيها. ولا من ما فيها، ما ادري اعطيهم هاي المريضه اروح اراجع فيه. وانا المعامله مال 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 الرعايه باسم من؟ باسمي. باسمي وما اسمك؟ اي. اسمك؟ اسمي علي فاضل طنش. علي فاضل؟ علي فاضل طنش. اي طنش. اي كم وين حجي؟ 63. العمر كله عمري 60 سنه راتب رعايه ما عاد. لا ان شاء الله حجي ابشر. ايه. سهله. خلي رقم تليفونك. اي وان شاء الله وزاره العمل يسعونه واذا مكتب شؤون المواطنين. ايه. اريدك سالفه. ما عندي امكانيه اراجع بيها. ما ادري اعطيه الاجار، ما اعطيه العيشه، ما اعطيه والله ما سهل ابويا سهل سهل هاي المره وهاي تقاريره وش اسمه والرجال انا ذبي خوش ادمي هذا وزير العمل والشؤون خوش ادمي واريد يشوفني ينظر لي بنظره ان شاء الله خلي رقم تليفونك خلي تليفونك اي شلونك شو اخبارك امورك طالب ها مرحله ولا شنو تخصصك اجهزه طبيه اجهزه طبيه اي أول شيء نشكرك ونشكر قناة العراقيل وقبل الأخبار أول حبيبي هذا واجبي ما أشكر عليك بس بالنسبة للزحامات أي البيت طالب بالراجدية مال بالراجدية أي بالحسينية أطلع منك بستة ونص أوصل للأردن وأوصل للتسعة يعني المحاضرة الأولى رايحة عليها زين جسر مال الشعب يعني ما يشوفوا لأحد جسر مال الشعب مو جاي يشتغلون هسه بهاي الشوارع مو جاي يشتغلون اكو شغل جاي يشوفوا يعني في شوارع جاي يعرضوها ما لا هي من زمان يعني المفروض يسوون نفق شيء نفق يسوون حل يسوون لك حل عندك سيارة ولا ايش تجي؟ اه والله ايش تجي عبريه عبريه بكليتكم لا تسميها بكليتكم الاكثر الشباب اللي عندهم سيارات ولا اكثر اللي ما عندهم؟ الاغلبيه عندهم الاغلبيه عندهم وين ودوا سياراتهم؟ في
بالجراج. وينو جراج؟ كلية بيها جراج. ها؟ كلية بيها جراج. كفي؟ وهاي سيارة البرة إلا الواقفة. لا ما تعرف. يلا الله يحفظك. تحياتي لك. الله إن شاء الله تخرج. وانت تخرج ماكو زحامات بعد. الله يحفظك. شلونك؟ تعال قرب. شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ زين؟ الله يخليك. شلون وضعك؟ الله يسلمك. شغل هنا؟ أنا أستاذ. أستاذ؟ نعم. ما شاء الله دكتور؟ الله يسلمك. نعم. ماجستير؟ لا ماجستير. ماجستير، الله يحفظك. شنو تخصصك؟ أنا رياضيات. رياضيات. إيه. وين تدرس؟ أدرس بجامعات. جامعات؟ نعم. جامعات. يعني جامعات تخصص الرياضيات للتربية وغير التربية؟ لا للتعليم. بس التربية بصورة عامة التربية مستواها كلش كلش ضعيف. تخصص التربية قسم التربية والتربية التربية رياضيات هواي اكو فرص عمل بس ما يخلون الطاقة الشبابية تشتغل. ليش؟ اول شيء يسموها احتكار. كل منطقة بها احتكار. هذا احتكار من قبل اساتذة؟ من قبل اساتذة. حتى بدروس خصوصية؟ دروس خصوصية معاهد. يعني اقرب شخص هو اخوي. اخوي طالب سادس اعدادي، انا ادرسه رياضيات، يقول له اذا ما تدخل يمي بالمحد ما نجحك. ورسبوه. السؤال اتفضل. يعني أنا اليوم طالب. نعم. وأنت أخويا. إيه. ودرسني. أدرسك. ها؟ أدرسك. وأنا من تدرسني أروح للدفتر أو للورقة أو الامتحان درجاتي كاملة. نعم. شو يقدر يسوي الأستاذ؟ الأستاذ أول شيء حاربه بالدرجات مال السعي. إيه؟ هاي درجات مال السعي. ورقة موجودة. ورقة موجودة. حتى ورقة الامتحان موجودة وبيها. يعني أكو بعض الطلاب داخلين يمه ناجحين وهو كل شيء ضعيفته. زين السؤال يعني. الثاني شيء. هذا اخويا الحمد لله والشكر عاد وطلع معدل هو وعاد على مود المعدل وهواي هواي هواي جاي يعاقبه اذا ما تدخل يمه. ايش قد الدرس الخصوصي؟ ها؟ ايش قد الدرس الخصوصي؟ الدرس الخصوصي المبلغ مالته؟ ايه؟ ياخذون 700 800 650 اعلى ماده الور... يعني هو الماكسيموم مال الماده كلها. مال الماده. زين وين الضمير بهذا الموضوع؟ ماكو ضمير هنا هسه. اكثر شيء الضمير مات بعد عندهم. الضمير كل شيء ما عندهم. لا عندهم ضمير، لا عندهم انسانيه، لا عندهم مخافه رب العالمين. لو عندهم مخافه رب العالمين يتقن بالعمل مالته. العمل يتقنه ياخذ نص ساعه بالحكومه ويروح ساعتين ياخذ بالمحل. اليوم 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 ماكو واحد طالب سادس يقول لي اذا ما دخل خصوصي ليش؟ يعني وين المنهج ليش ما يطول؟ ليش ما يدخل خصوصي؟ اول شيء التعليم نزل مستوى حد ادنى. كل شيء ماكو بعد جايك بوي. حد ادنى التعليم ماكو. نزل يعني الى ابعد الحدود. اذا ما تدخل محد هو ما تنجح. اذا ما تدخل محد يا ماما ولا تنجح ولا توصل. هو هذا اول شيء. ماكو رقابه من وزاره التربيه لحد المدارس. ماكو. اذا ما تروح تدفع فلوس اكو بعض المدارس تنطي فلوس انت تدخل بكالوريا انت قاعد بالبيت. اي اكو بعض اواني موجود على هذا الشيء. ورحت له وحكي وياه يقول لا ماكو هذا الشيء. وروح تعطي فلوس تدخل بكالوريا وقعد. اول شيء ماكو لا اشراف يتابعون الماده مالتهم. يعني وين ثاني شيء الماده ماكو اشراف. ماكو اكو يعني مدارس ولا يوصلها لا اشراف ولا هاي. يعني عندهم دوام. انت تحكي على يرق على جغرافيا بالرصافه الثانيه. الرصافه الثانيه عموماً وتجي مناطق موجوده. انت موظف؟ انا مو موظف. اشتغل قطاع خاص. اي يعني هذا السبب هو فشل التعليم. يعني هسه الفلوس يدخلون بكالوريا؟ فلوس يدخلون بكالوريا. وبس البكالوريا ما حد ينجح بفلوس. لا اكو تنجح. ها؟ شلون ما شلون؟ اكو تنجح بفلوس. كل شيء باوع. هسه انا جاي احكي وياك. العراق كل شيء بفلوس تمشي. وين هسه تريد؟ وين تريد تروح بفلوس تمشي؟ وين ما كان؟ الحالة الفقيرة باوع. بس دقيقة يعني طالب صف سادس. صف سادس. يقدر ينجح بفلوس؟ شلون؟ ينجح بامتحان بكالوريا؟ هذا مستحيل. مستحيل لا موجود. موجود. انا موجود وعندي دليل على هذا الشيء. انا ادرس بمدرسه اهليه. ايه؟ شنت بطلت. لا انت من تقول عندك دليل. عندي دليل. انت جاي تحكي قدام التلفزيون. احكي قدام التلفزيون وراح يقولوا لك تعال جيب لنا دليل. اكو دليل. اعطي دليل. انا جات المعنيه اعطيهم دليل. دليل هسه انا من انا وياك انا ما اعرفك وتروح على مدرسه اهليه او حكوميه قول له هذا ابني وما اريد ادخله. اقول له ايش قد تعطي؟ زين ابني جاي يدرس يمكم نص ساعة الدرس مالته وبالمحد ياخذ ساعتين. هذا ليش؟ السبب ليش؟ هسه انا شوف انا جاي احكي لك كل الخطوات اوكي. ايه؟ حتى درجات السعي اوكي تمشي بفلوس. بس جاي احكي لك على الامتحان النهائي. الامتحان النهائي اول شيء السماعات يقدرون يدخلون. ثاني شيء غش. الغش موجود. اكو اماكن غير غش بفلوس. ها؟ غش بفلوس. غش بفلوس تجي تتفق ويا اي واحد تجي. يعني انا يعني اذكر المراكز الامتحانيه قبل
كان الاساتذه يجيبوهم من غير مدرسه رحم الله والديه، المركز الامتحاني صحيح. او مرات حتى الطالب يمتحن بغير مدرسه صحيح. ها صحيح. كل هاي صحيح. يعني هسه اللي جاي نشوفه اجهزه التشويش موجوده، اجهزه التشويش اكو يعني ابتكارات، اكو هاي السماعه ما تبين بست اوراق وسبع اوراق سعرها ما تبين بالاذن، ماكو اكو مناطق اصلا ما يوصل لها التفتيش والاشراف، كل شيء ماكو ما تقدر توصل لها. اول شيء قلت لك الرقابه ماكو وماكو اشراف وعايفيها هيك. هسه تنسفت العمليه التربويه؟ انا التربويه كل شيء ماكو، ما شوف هذا مستوانا، ليش هذا حالنا؟ ليش هذا حالنا؟ احنا غير نبني جيل، الجيل ماكو. المدارس الاهليه همينه، المدارس الاهليه ماكو عليها متابعه. انت تعتقد المنهج اللي انا جاي يدرس انت بالرياضيات اي منهج مفيد ولا؟ طبعا مفيد بس ماكو واحد يتقن. يعني انا شفت يمكن الرياضيات الخامس او هذا الجديد، هذا صعب مو سهل. صحيح صعب، ليش؟ مو عباله السيرج ليفل مال الطالب كلش مستواه عالي، بس هو بتجي للمدرسة. بس هو احنا هسه مثلا كانت المناهج كانت تخرج ناس فشي ليش؟ بسيطه هي بس تخرج. بس ليش؟ اي يعني هاي اول شيء اتقان بالعمل وقت مخافه رب العالمين والضمير، هذا اللي موجودات. اشكرك عيني. شو اسمك؟ انا الاستاذ احمد. احمد ايش؟ احمد علي. احمد علي، خلي تليفونك. تدلع. خلي تليفونك. الله يسلمك. السلام عليكم. شلونك يا ابي؟ اخي شخبارك؟ صحتك ان شاء الله. اخ قبلك. اي براحتك. ها انت صاحب الدار. الله يخليك رحم الله والديك. وانت صديقنا اسوي ويا عمي واجيك بواقف. شلونك يا ابي؟ شخبارك؟ شلونك؟ الله يحفظك بارك الله. يضرب سره ولا ما يضرب سره؟ والله ديرته بعد. يلا الله يحفظك عمو. استاذ الغالي انا عندي مناشده عامه يعني نسمعها. الامين بغداد المحترم استاذ عمار موسى. هاي الجسور مال مشات. بغداد تفقد ماكو. مع العلم اكو دائرة خاصة بأمانة بغداد اسمها دائرة الوحدات الإنتاجية. ايه. قسم الحدادة والنجارة. هذول حدادين وماهرين. موجودة بأمانة بغداد هاي؟ موجودة بأمانة بغداد. شو شغلها؟ جاي يسوي والله شغلات ما أدري شنو يسوي. شغلات يعني ما إلها مثل ما يقولون واقع بالمجتمع. ذولا لو يتوجهون مثلا يسوون جسور مال مشات، وحتى لو يسوون به مصعد للمرضى مثلا بباب المستشفى، اكو ناس كبار بالسن، اكو ناس مرضى، ما يقدر يعبر الشارع. نعم. أطفال نساء، فهذا إكسكو مصعد صغير يستخدمونه الشركات داخلي يصير. نعم. وزنه تقريبا يأخذ 500 كيلو غرام زين أو 1000 كيلو غرام. هذا بس هاي الوحدة الإنتاج الإدارة اللي حكيت عليها النجارة والحدادة. إيه. ها إيه. هاي دائرة الإنتاجية. دائرة الإنتاجية. إيش موظف هناك؟ إيه. ها هاي جاي تشتغل أكو فد إنتاج إلها لو ماكو صراحة ماكو بس شغلات بسيطة من هولة ويأخذوا رواتب وقاعدين طبعا موظفين ومهندسين يعني انا ذولا بس اجيب لهم يعني مواد اوليه يشتغلوا كل شيء يشتغلون مهندسين يعني عباقره مهندس وعمال وخلفات يعني يشتغلون بدارة الوحدات الانتاجيه معمل الحداد والنجاره عندنا معمل مارسيدس معمل هونداي عندنا معمل فالفو يعني معامل ماخذ وشام بغداد كسروا عطاش وبالنهضه هذا تحكي على امانه بغداد هسه هي علامه بغداد معمل فالفو امانه بغداد اي اي معمل كبير كسروا عطاش تقريبا مساحته 5 دوائر 6 دوائر شو شغلها هسه حاليا؟ ماكو كلش ماكو يعني امانه بغداد بيها معامل معامل كم معمل؟ اقول 8 9 وكلها واقفه؟ كلها بنزين شغله ما سهل حاليا يشتغلون به يجيب بنزين من البصره يعطي للسيارات الصغيره غاز جراجات اي هاي يعني محطه مال البنزين خالف بالبيع محطه بالنهضه هاي شغلهم المهم الضروري والباقي الشغلات كلها متروكه متروكه يعني عمال وموظفين ومهندسين وقف هنا لا تخلص العالم وقف هنا تاركين الوضع ما عندهم فد شيء يعني يحركهم في شيء يحركهم مثلا امين بغداد يروح يسوي زياره لهذا المعمل يقول له عندك سوي لي في الشغله وهسه بجزء معلومه خاف يعني الناس يعني امانه بغداد عندها معامل هاي المعامل معامل كبيره يعني مو اليوم معامل معامل مال صيانه مارسس صيانه مو بس صيانه جاي يقول هو جاي يقول معمل الحداده والنجاره موجود بس المعامل المارسس والفولفو هاي كانت صيانه هاي صيانه الكاظميه كسر عطش الفولفو هاي لصيانه اليات الامانه بس السؤال حاليا اذا اكو اليه لامانه بغداد تعطى يصلحوها بهاي المصنع يروحون برا برا هو هذا السؤال هو هذا يقول في تريه النجارين الحدادين الدوشمتيه موجودين ضلاعين موجودين ياخذون راتب وقاعدين ما يشتغلون شيء ليش ما يسوون شيء شغلهم يا امين بغداد دزلك مفرزه دزلك لجنه وهاي مال الجسور صباح الخير امانه بغداد جسور المشات صباح الخير امانه بغداد
وعمنا هنا من الكوادر القديمه بامانه بغداد ويتحدث عن درايه وعن خبره. ها يعني هاي التفاصيل يعني خافيه ربما عن البقيه، لكن انه نعرف ان اكو ورش ومعامل وهاي قاعده. ليش وانتم دائره ما شاء الله عليكم، حتى عندكم ايراد وعندكم يعني تجيكم ايرادات هوايه. شلونها قراجات متعدده الطوابق نفسها بالنهضه عندنا شيخ عمر قراج كبير الهونداي، وعندنا اسمه قراجات، قراجات كبار يعني فارغه تايه فارغه بيها استكراب بيها شغلات قديمه بيها سيارات الخربانه التعبانه قال بيها شيلونهن ويسوونها قراج متعدده الطوابق الشورجه تفرغ واسوي محلها جواهر هنا 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 يقدرون يسوون هنا ما قراج. لا عندنا قراجات ورا هاي البنايه بس قراجات ايش مو قراجات متعدده الطوابق يقدرون يسوونها متعدده الطوابق مثلا هاي اهليه مو حكوميه اي حتى لو اهليه قطعه واحد ما خلي. المهم الشعب يستفاد والحكومه تستفاد. هذا الانسان جاي مستثمر يدي ياخذ له قطعه يريد يسويها قراج يشرطون عليه. شلون المستثمر ما يريد يسوي له قراج يسوي له مول يسوي له مثلا شنو اكو يجونا ياخذون ساحات مال وقوف سيارات يجون للامانه يردون ساحه وقوف سيارات انت شرط عليه شرط بين يسويها متعدد الطوابق بلاش فلوس يسويها ها بلاش بلاش فلوس ماكو شيء ببلاش ماكو شيء ببلاش فلوس لا تقدم بالمطعم وانت تاكل بالمطعم ببلاش لا يعني انا جاي اقصد ببلاش تبي فلوس ببلاش رسم لو ببلاش رشوه والله هي شوي شوي الاكثر يا هي تحياتي لك عمو تحياتي خير شو الاخبار؟ صح الاخبار بخير شلون الصحة؟ خير من الله الحمد لله انت شلون؟ الله يحفظك والله استاذ انا على الازدحام اللي صار هنا بساحة من قصر الابيض من قصر الابيض أي. الى توصل ملعب الشعب زين اللي لويش هاي صار حوالي اسبوعين او اكثر من اسبوعين نعم نصبوا كاميرات بالتقاطع مع ملعب الشعب نعم الكاميرات هاي تعرف كيف صار عندنا ازدحام يعني الناس خطيه من الثنتين توقف للخمسه للسته ماكو سياره تمشي يعني تعال ستب ليش؟ لان نصبوا هاي الكاميرات كيف تمشي؟ فقامت شو تسوي؟ لا بس الكاميرات الان يعني رجل المرور ما يمشي بكيفه؟ لا لا يشوف الزحم وين؟ اللي يجي هنا واحد يجي هنا العميد يخابر المدير السيطره مال المرور وقفوها؟ يقول لهم طفوا شو اسمه الكاميرات يلا شوي يصير هم قالوا جاي نشغله تجريبي ما بعد يعني تجريبي دمروا العالم الله وكيله ويجي منا مدير الرصافه هسه ما اريد اقول اسماني مدير الرصافه جينا يقول المرور خطيه واقفين وازدحام يعاقب المرور يودي حجز للمديريه زين انت ذا ناصب كاميرات هنا ليش ما تسوي مدير الرصافه ايش بيه مدير الرصافه يحجز العالم ليش يحجز ليش رجل المرور شو يسوي يشيله على سياره على ظهر السياره هو ماكو مجال وين يروح واحد هو يقول له تعال انت حجز يحجز هنا بالاندلس ويحجز هنا ويوميا هو يجي الرجل صح يجي انت لا شيء مع خالد عاقبه حجز بس انت مو تاخذ شو اسمه باطل مو باطل باطل والله انا اقول باطل خلي شو يسوي خلي يسوي والله العظيم باطل باطل بالزحام بس خارج الزحام مو باطل يعني انت انا بس انا اليوم هذا التقاطع هذا التقاطع اليوم انا من اشوف الساد اللي جاي من هناك مو كلش كثافه والكثافه من هنا امشي هذا وعوف ذاك بين ما امشي هذا افكر نترك هذا يا اخي هذا من يصير هذا ازدحام كله توقف كله توقف من هناك تجي تعرف ايش قصه لك ساحه اندلس اني من سنه 2008 2008 بس هسه صار ازدحامات كارثيه يعني وحق محمد ها شوف هذا طريق الزعفران هناك يوقفون ومحمد يم شرط المرور واقف العالم يم شرط المرور زين هيك شويه هسه شنو الحال؟ شنو الحال؟ الحال من ينتهي الدوام يطفون الكاميرات للسته ورا اخر يشغلون هاي هي الكاميرات خلي يطفون هسه الكاميرات عم المشكله مو بالكاميرات قبل الكاميرات عم نقول مشكله لا هسه صار ازيد انا اقصد ازيد صار ازيد اكثر هوايه يعني مو شوي شو اسوي؟ سواء مناشد عم المدير المرور يا معود الكاميرات من الوحده طفيه للخمسه وفي مال الله طفوا الكاميرا يلا تحياتي شلونك امي شلونك مصطفى شلونك معك الله يسلمك عيني امي ودي اشوفك وان شاء الله شفتك اليوم يمك انا امي الله يسلمك فدوى لعينك اريد اطلب طلب من رئيس الوزراء من ابو المصرف التقاعدي اريد 50 مليون قاعده يم ولدي وجهال عندهم ومدوخيني ومريضه انا هسه جايه المستشفى الامل يعني داخذ حبوب والحمد لله طلع كل شيء ماكو بس حبوب بسيطه ف 50 مليون وانا راتبي 600 صار هسه خلي يقصون قد ما يردون
250 300 شو تسوي تشتري بيت؟ ناخذ بيت ولا زراعي اقعد وحدي اريد. ليش وحدك؟ وحدي يجون علي مو ما يجون بس شويه الراحه اريدها ازيد. ما مرتاحه؟ ما مرتاحه جهالي وهاي عندهم وهاي شوف هذا يصيح وهذا عيط وهذا هم ما مقصرين عنه. هم هم هسه مثلا هو يعطيك مثلا قرض لشراء وحده سكنيه. ايه القرض لشراء وحده سكنيه يحتاج روابط، وحده من الضوابط عافية. انه يحجز البيت. ايه وحده العمر. بس هسه يجوز العمر واحد يقدر أيه. بس يحجز البيت، البيت هذا الزراعي ما يقدر يحجزه. ما يقدر يحجزه، يعني كسلفة هسه يعطوني اياها مثلا من المصرف من التقاعد من الهاي. السلفة يعطيك 10 20 25 بس مو 60. 25 ما استفاد منها. اي 25 ما استفاد. انا اقول ان شاء الله ولا ان شاء الله يعطيك الصحة والعافية. كلش فرحان انا بشوفتك. بعد عين الله يسلمك. وان شاء الله الله يخليك خيمة على بيتك واهلك واولادك واحفادك. عزيز بعد عيني. أيه. ودي اشوفك ودي وشفتك سعيد. ان شاء الله سعيد بشوفك. سعيد سعيد السلام عليكم. عليكم السلام. انا من محافظة الديوانية. والدي كان يداوم بالتصنيع العسكري. تعين بسنة 2001 بالاحتلال قصف التصنيع حلو التصنيع. التصنيع بقى يداومون من 2001 لحد 2008 سووا لهم مقر زيون يسجلون بحضور يومي ويروحون. بال 2008 حولوهم على الصناعة والمعادن. وزارة الصناعة والمعادن اعطاهم نقل ومباشرة. هاي الحالة ما عندهم أمر إداري. من 2008 بقى من 2008 لحد 2013 يداوم بوزارة الصناعة والمعادن. أي. 2013 حلوهم وحولوهم عزل وزارة السياحة والآثار. بقى يداوم بالسياحة والآثار لحد 2022. توفى بال 2022. الله يرحمه ويرحم والديه. ألف رحمة على روحه. جاي روج معاملة التقاعدية سويتها من السياحة والآثار. أي. جمعات المستمسكات اللي عندهم أعطوني مال ثلاث محروقات لأن ما عندهم أمر إداري. التصنيع العسكري كلهم ما عندهم أمر إداري. سوالي مال ثلاث محروقات وطوني مستخرج الحاسبة وطوني الفراب مالته مال الرواتب مال 2002. مشيت التقاعد الديوانية قالوا هذا الموظف ما يستحق راتب. يا ليش ما يستحق راتب؟ والله ما عنده أمر إداري. زين هسه 21 سنة مستمر بالدوام ويداوم وحولته من دائرة ورواتب استلم عنده هاي هوياته مالته رئاسة ديوان الجمهورية هيئة التصنيع العسكري. ختموا توقيعه هويه الاصليات عنده موجودات وعنده ماستر. 21 سنه مستمر بالخدمه ويداوم ورا ما توفى عائلته ظلت تتبهدل لا راتب لا حقوق تقاعديه لا شراء وكيل في عائله ست نفرات. هسه هو امر اداري الاول مال التعيين موجود او اول امر اداري؟ 2001 غير موجود قصف بالتصنيع العسكري وراحت الاوليات كلها. زين شو رجعوا له بدون امر اداري؟ بقى عندهم الهويات وعندهم مستخرج حاسبه وعندهم استمسكات عنده اخباره بس هي امر اداري مباشره ما عنده. زين هو بياسر باشر بال 1/8/2001 باشر بالتصنيع العسكري لحد 2003 انقصف التصنيع حلو التصنيع العسكري بقوا يداومون بزيونه مقر يسجلون حضور يومي. هسه احنا استاذ ماهر مو بلغ تليفونه استاذ ماهر صار مرتين واحد اذا مغير تليفونك اريد رقم تليفونك الجديد. 21 سنه يداوم ويستلم راتب وعنده ماستر وعنده هويات وحضور ويومي وتسجيل وحارس كان عدت الاثار وشهاده عنده يعني ما يتوفى عائلته تتبهدل لا راتب لا شيء. الله وكيلك كنا احنا طلاب كنا ستتنا طلاب راتب مال ابوي عايشين به ورا ما توفى ابوي بطلنا من المدرسه. حسيت انت شو اشتغل؟ انا اشتغل عمال هسه. وين واصل بالدراسه؟ وصلت السادس وبطلت. سادس اعدادي؟ هاي اخر مرحله لي السادس وبعدين انجح حتى بطل حتى اكمل دراسه. توفى ابوي جاي يطلع بالراتب من شفت الحال هذا رفعوا النوب بالديوانيه سووا بي قرار التقاعد العامه مال بغداد. ابو التقاعد العامه اعطانا الحق انه قال هذا الموظف ما يتحمل المسؤوليه والعتبات القانونيه لان هذا موظف ما له علاقه. هذا مجلس قضايا تنقيب. هذا اعطانا قرار انه ابو التقاعد ميز القرار محكمه التمييز. ابو التمييز رفض قال هذا مخالف للقانون وما يستحق راتب. هسه ليش ميزت يا عظيم؟ هو التقاعد نفسه ميزه مصدره القرار نفسها ميزه. دراستنا عفناها الله وكيله. بقى بس اثنين من اخوتي يداومون. شو اسم المرحوم؟ كاظم شمخه جري. احنا طلعنا نشتغل. انا عدنان كاظم ابنه. عدنان خليت يونك طلعنا نشتغل حتى نعيش اخواننا. الله يوفقك يا بطل ان شاء الله خير ان شاء الله خير. هسه جاي انا خلي رقمي يا بلش. شلونك استاذ مصطفى؟ ما تشوف حيدر؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ احنا سعيدين شوفك. انا سعيد ونشكر محمد الشيعة السوداني على الخدمات وحكومه فعلا حكومه خدمات. اها والله العظيم صدق يعني من بعد سقوط 2003 ايه؟ ما شفنا هيك حكومه. يا مواليد انا مواليد 95
95 وانت في 93 شو تذكر؟ ليش ما تذكر؟ 8 سنوات تذكر خدمات تذكر بشيء عمي قشمرو مال هاي مال الجيش الشعبي المهم ويوم يوم جايتينا كان ابو ميداوم المهم نطلب هسه احنا بس الطرق والجسور اللي ندفعها يعني تعرف انت هواي ازدحامات نوصل الصبح نوصل مناطق تفاجئ يعني مجرد طسات مثل القناة مثل يعني السريع تدفع الطرق مال الجسور زين سمعت الوزراء اخر مرة؟ اه سمعت رئيس الوزراء من راح للمرور ايش قال؟ ايش قال لهم؟ قال الفلوس اللي جاي تؤخذ من قبل مديرية المرور مال الطرق والجسور يجب ان تصرف للطرق والجسور وراح يصرف فعلا تخصص احنا هاي اللي نريد الطرق والجسور حتى العالم تمشي ولا هي اكو خدمات ولا تشوف هسه اكو تطورات اكو جسور دا يشتغلون انا ابو تاكسي افتر يوميا ببغداد كلها افتر انا الباحه وين كنت البارحه كنت بالباب الشرجي لا مو الباحه باب الشرجي اوت الباحه باب الشرجي لا البارحة شفت بعلوة الرشيد علوة الرشيد البارحة عوة باب الشرجي قبلها بالشورجة أنا متابعك أدري فيك ذاك الأسبوع بالموصل مو صحيح؟ إي زين إي متابعك هاي بالتاكسي مو كلها بالتاكسي كلها بالتاكسي أسمعك إي بالتاكسي هسه شفت هناك قريب قلت خلي أمور عليك زين وإذا صعد عبر وياك إي هم يسمعك وما يقول لك ديرة شنو هاي؟ لا 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 الشعب كله يسمع برنامجك وحكومة عمش يا السوداني أفضل حكومة جد تفضل؟ إي والله نحن نريدها يعني إن شاء الله تبقى وباقية الله يحفظك نشكر محمد الشيعة السوداني وشكرا وشكرا لك والله نعم السلام عليكم عين. تقريبا 4 سنوات جيت المحافظه تواصل اي 4 سنوات لو اتلاعب شفت اموز يعني انا واقع حادث بس خير من الله اريدك تجي جاي داخل المحافظه شوف التغيير اللي صار فيها تم بواسط نفس المركز يلا عاد شوف العامل مو؟ اي بساحه العامل نفسيته شوف الكورنيشات اللي صار يلا يعني فضل هذا محمد منه الله 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 نجيها شلون شلون شلونك بعد يعطيك العافيه ايش بي صوت ناصي شباب الصوت ناصي والتاكسي يقول لي صوت ناصي عيني جيت على الله وعليك انا صعد الصوت معاملة ابني كملته انت هو من المخرج اليوم خلينا نحيي بلكت شويه زباله علينا جيت على الله وعليك وانا معاملة ابني كلها كملت ما شنو مال خطاب ها؟ شلونك استاذ مصطفى؟ شلونك حبيبي؟ انا قبل شهر من نجيتك ناشدت اني وزاره الداخليه على شنو؟ وخلف الله على عبد الامير الشمري ما قصر وياي وما قصر وياي لواء احمد خلف الله عليه ابو الاعلام اللواء احمد ثاني اللواء الدكتور احمد ثاني خلف الله عليه الف رحمه على امه وابوه زين هذا اليوم ما قصر شنو موضوعك؟ البنات المعوقات اللي قلت لك عليه لا ايد ولا رجل ووالدي تبي بيتهن؟ هاي والدتي اني من جيت اعطاني استثناء معاني الوزير اول ما طبقت قلت له انا صراحه شلك كل الصراحه انا صف سادس ابتدائي زين من صارت خطف ب 2010 ما صار بطلت هسه تقول لي بطلت من البدايه هسه شعلي من الاسباب بطلت اني حسباني صف خامس ابتدائي انا وصلت وقلت له المعاني مال الوزير زين طان استثناء استثناني اول ما جيت قالوا لي وين الوثيقه مالتك قلت له مستثنين وزير بحاله انسانيه مال عقود مو لا مال حرس الحدود شرطه الحدود قلت له استثناني الوزير زين كان يقول لي هاك هاي الكراس اعطاني الكراس كملت من كل شيء حتى زينت وكملت فحص وكملت شهاده جنسيه كلها كملت للاخير وصلت بس توقع وتعطي الوثيقه زين كان يشوفون خاليه من الدرجات صف خامس ابتدائي حاليا من الدرجات صف خامس ابتدائي زين كان يقول لي اطلع برا واخذوا مني الكراس هذا الكراس من جبت العد هو من يمهم اخذوه من يمي خلت تجيك السالفه اخذوه من يمي والدتي رانا رحنا وهاي قالت لان يابا ترى هاي حاله بنات بناتي شوف القهر ما حاله بناتي هاي الاول وحده لا شوفوا لا ايد ولا رجل وهاي الثانيه كلها بس عايشه على المغذي زين ووالدي معوق راسه قال ليش ما قلت لي انا عندنا ليش ما حجيت انت حاله انسانيه بس قمت تبكي وتبوس بايدي انا ليش على مال من هذا مال الوزير روح ارجع هاي الكراسه رحت الدكتور انت بالطلب مالتك للوزير ايه؟ اللي وديناك بوقتها ذكر ايه؟ انت كاتب انه انا خريج خامس لا 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 ليش اكذب عليك قلت انا صف سادس زين ما اعرف انا اكذب واعرف ازين عبالنا راح للسادس طلع لا بعدين بعدنا انا بالخامس شنو عبالك وحتى اذا راح للسادس حتى اذا راح للسادس السادس لازم يعبره يلا ما
زين. خلي رقم تكتبه. شو اسمك انت؟ انا خطاب محمد. خلي انا هذا كلمتي سوي جنب مكان بعد على هاي بزمن صدام عسكري. عسكري بزمن صدام وخدم 20 سنه ومن طلع ما طو لا تقاعد لا والله انا سمعينه بالمستشفى. حسان اريد ابشر. ايه. هاي بشرى. يلا بلكي. الجيش السابق اللي موجودة معاملاتهم دائرة المحاربين تقريبا هم 5,000-4,000 شخص قريبا يوم باكر عقبه راح يصدر أمر ديواني بشمول 1,000 شخص منهم عن طريق دائرة المحاربين وعن طريق مكتب القائد العام للقوات المسلحة وتوقيع القائد العام للقوات المسلحة سيد محمد الشياع السوداني 1,000 واحد وإن شاء الله هاي الوجبة الأولى وجبات القادمة تكون وينصفون هذه الشريحة اللي ما لها ذنب فقط انه ضاعت اولياتها او اتلفت او اولياتها هذا الشيء يشدل يدل على انه مسؤول يتابع هسه احنا ننتقد نحكي اوكي لكن بحلقة الموصل دولة رئيس الوزراء تكلم مع احد الاخوان تبين انه الموضوع هيك صار تواصل مع الفريق ابراهيم الساعدي ايضا من مدير إدارة شؤون المحاربين وغيرها فأنا أبشر المحاربين أقول اللي عندهم معاملات إدارة المحاربين أقول قريبا راح يصدر أمر ديواني 1,000 شخص فإن شاء الله القادم أفضل سرخان أروح وين أروح هو شو اسمه اسمه باسم مجيد محمد خلي رقم تليفون السلام عليكم السلام عليكم عليكم شيخ معروف عرفت علي قطع الجسر على المقبره ايه هناك قالوا تعالوا شيلوا موتاكم لانه راح يصير هناك مجسر ايه مجسر هناك نحن ندور على جدي وابن عم امي اثنين ايه ندور عليهم بالمقبره ما لقيناهم لقينا بدلهم قبور جديده ايه يعني دافنين فوق ال زين مو ياسر متوفي من 76 ايه وهسه ندور عليهم لقيناهم فوقهم قبر ما لقيناهم هم مو موجودين زين دافنين فوقهم زين شيء شيء المن الناشد الوقف السني يطلعون موتاني المن الناشد ما مالك حسيتم وقفتوا انتوا اخر مره شو زرتوا زرتوهم احنا كل يعني كل بين فتره وفتره يعني اخر مره زرتوهم شو وقت قبل لا يتفلش قبل لا تقول على العالم 10 سنوات ما راح لهم لا لا مو هيك 10 سنوات هيك شلون مو وايد شلون واحد دافن وراهم حوالي سنتين هيك مو عنده اي رقم اي ما عنده رقم شلون بعد اي رقم اي بس ما يصير هيك يعني حتى الميت ما خلص يا اما سهل ما اعرف بهاي التفصيله حتى اقدر اعلق وياك وياك عليك ما ادري بس ما اعرف هو اكو مده للقبر وبعدين يعني المهم انا بس اتكلم عن بعض الاحيان عن الناس اللي تخلي ارقامها ام امير جتني بحلقه ساحه التحرير ام امير رادوا تليفونها ناس خيرا يريدون يتبرعوا لها ام امير تبين ان الرقم غير داخل في الخدمه ان اتصل به وغير داخل في الخدمه فيا ام امير تحياتي إليك وتحياتي للناس همين اللي اتصلوا عليك يريدون يساعدوك شلون وصل لك ارجع علينا السلام عليكم استاذ مصطفى شلونك يا شلونك امي سيمك الله يا بعد عمر شلونك هاي رابع مره انا قابلك انا ام الشهداء يعني هاي معاملاتي لا راتب ولا زايده ولا ناقصه ابد ولا راتب واحد ولا راتب بس اول واحد ومطلوب حل الايجارات شنو الثاني ليش ماكو اثنين ماكو رواتب ليش معاملتهم يعني اكو معامله ست اشهر يا ابني ست سنين بس دقيقه ست سنين. شنو الموضوع ليش الموضوع لجنه قاضي يعني يصير يا ابني هم اخذوا قرار قاضي اي قرار قاضي يا تمام قرار قاضي هياته باوع قيس وعمار وجلال لجنة يعني اللجنة قالت شهداء ولا بعدها ما قايلة؟ شهداء هاي لهم 10 سنوات وين المشكلة؟ مشكلة فندق الحياة ومشكلة بالكاظمية وباقي لا حول ولا قوة
ما اعرف هسه هاي مال 10 ملايين هاي قالوا لي جيبي مال ولدك جبت مال ولدي 3 بصرفولي واني اول بصرفولك اني اول ولد بصك موجود بس رديت انه جبت مال قيس وعمار وتدري هاي مال البلديه الاستفاده يعني بالبريد قبل باليد هسه بالبريد هسه ليش هذا ما ماخذ قطعه ارض ولا بدل نقدي ابد ولا بدل نقدي ولا زايده وابدا وين استشهدوا؟ استشهدوا مخبر سري ذاك يوم هذا 10 قيس وعمار ولد 2 يعني ليش؟ والثالث وين؟ الثالث بوادي كربلاء جات على الهويه بوادي كربلاء مدفون خلي لي رقم تليفونك واسمك وخليته استاذ شو وقت يوم خليتي قبل شهرين؟ من جيت بالاشاره مال البياع يعني 3 شهداء لراتب لزايده لناقصه لقاع يطلع خلي يمي خلي يمي خليت اريد يا يمه شو تسوي؟ اريد مناشده رئيس الوزراء يا ولدي امي هاي قرار قاضي خلي يطلع قرار القاضي هذا اللي قرار القاضي هسه البدل النقدي انا احكي ويا الاستاذ عبد الله النائلي المدير مال الكاظميه سهلة أمي خلي شو الوقت راح يخلص أمان أمان أم قيس الحجية أم قيس أي. ليش يا خلي خلي لراتب خلي نعم بس أنت حجيتي أم بس شوية تفضل عمو آخر يروح والله أنا خلي أكمل وأنا أحكي وياك ليش؟ والله لأنه طويلة شغلتي احكي ها طويلة هاي إذا احكي شنو قصدك؟ أنا بس إي بس تعال أمي ما يصير فدوة روح الكاميرا وراك أنا أستاذ مدرس ها مدرس يعني وكنت طالع برا وجيت وهاي ما حد انطاني اي حق انت مدرس درست بالتربيه؟ اي بالتربيه اي مدرس كم سنه؟ درست حوالي 8 هنا اي ما لك حق فيه؟ لا مو لا مو لا عندي خدمه عسكريه ازيد من 15 ما اتصور يشملك لازم خدمه فعليه 15 لا سنه لا عندي مال 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 مهجرين اي اي وين المشكله هسه؟ المشكله هي بها هي هاي ما عندي اي هذا الان ما عندي شيء بس ورسي اوريك هاي شو اسمك كاظم خلاص الوقت كاظم ايش كاظم رزاق كاظم رزاق نعم نص دقيقه نص دقيقه ونص دقيقه احنا منتسبين الجيش السابق حكيت بموضوعكم هسه رحم الله والديك والله يبشرك بالخير احنا عندنا امر ديواني رقم 107 صار له 13 ما حد ينفذ هسه احنا امر ديواني صدر ب 1001 ما اعرف المعاملات المنجزه وراها راح ينزل اصلا احنا ما مستلمين معاملاتنا يقولون لان ما عندكم قيد وعندكم يشكلون لكم لجنه انتم عندك رقم احصائي عندنا رقم احصائي هسه احنا اول غير قطره اول غير قطره يعني يصدر هذا وبعدها من صار 13 ما صادر امر ديواني هسه صدر لا هو كان صادر بس ما حد لا هسه صدر امر راح يصدر امر ديواني ان شاء الله يا الله حياك الله شلونك شلون صوتك عيني انا بسبب صوت ايه بنعاني معاناة يعني سبب قصور شويه ايه خدمات مو دخل بيها جهود خدمي جاي يشتغلون انا شريت منك اريد منك زياره الى شارع ابو علو وشوف الوضعيه جاي انا وراح اجي مره ثانيه اترجاك يعني شكرا لطيب المتابعه الى اللقاء